السلام عليكم. هنكمل ان شاء الله حل كتاب الرائد. احنا كنا وقفنا عند سؤال رقم 51، والسؤال 51 دون تبع السؤال 50. كان السؤال 50 بيقول ان انا عندي متوازي مستطيلات، ومتوازي المستطيلات واخد ابعاد 1 سنتي، وهنا 1 سنتي، وهنا 100 سنتيمتر. هنا عايز المقاومة في بين الوجهين المربعين، ده كده اسمه الوجه المربع. يبقى هيدخل التيار، مدخل التيار من الوجه ده، وهيخرج من الوجه المربع الاخر. ساعتها هجيب المقاومة ازاي؟ هقول الار بيساوي رو اي في ال على اي. الرو اي بتلاتة في 10 أس سالب 7. هنا الطول بكام؟ الطول يعني الحتة اللي هيمشيها التيار جوه المتوازي، هيمشي 100 سنتي، يعني 100 في 10 أس سالب 2، يعني 1 متر على المساحة. المساحة بعرفها ازاي؟ استدل على المساحة من مدخل او مخرج التيار. النقطة دي مثلا لو مثلتها انها مدخل التيار، فانا هركز مع النقطة دي وهشوف المستطيل اللي بيحيط بالنقطة. المستطيل اللي بيحيط بالنقطة هو ده مساحة المقطع. كام في كام؟ 1 في 1، بس 1 سنتي هحولها، يعني 1 في 10 أس سالب 2 في 1 التانية هضربها في 10 أس سالب 2 عشان احول. هيطلع الناتج 3 في 10 أس سالب 3 أوم. 3 في 10 أس سالب 3 أوم، يبقى الاختيار رقم ألف. السؤال اللي بعده، سلك والصلة مع بطارية قوتها الدفعة E ومقاومته R ومر به تيار I. عايز أحسب طبقا ومر به تيار I، فإن تبع لقانون أوم هختار إيه العلاقة الرياضية اللي موجودة في الاختيارات؟ إحنا عندنا V بيساوي I في R. هو هنا افترض إن القوة الدفعة بدل ما يقول V قال إنها E، يبقى الـ E هتساوي I في R، يبقى الاختيار رقم B. نشوف السؤال اللي بعده، قطعة من الفضة صنعت على شكل سلك، أي من التغيرات التالية في قيم الـ A أو الـ L يؤدي إلى نقصان المقاومة؟ إحنا عندنا الـ R بيساوي رو E في L على E. ده القانون اللي بيحدد العوامل اللي بتأثر في المقاومة. اللي يقلل المقاومة، خلي بالكوا إن البسط طردي مع الـ R والمقام عكسي، فإحنا عايزين نقلل دي، يبقى نقلل البسط وفي العكس في المقام ونزود المقام. يبقى احنا نقلل الطول ونزود مساحة المقطع. نشوف الاختيارات اللي عندنا، هنا كان الطول L وهيدنه L، طبعا الاختيار ده ما ينفعش. هنا زود الطول، لا انت لو زودت الطول وخليته من L ل2L انت كده بتزود المقاومة، لكن هو قال لي نقصان المقاومة. طيب هنا الطول هيقلله للنص، ايوه تمام، تقلل الطول وتزود مساحة المقطع، ومساحة المقطع بدل ما هي ايه هتبقى 2A، يبقى الاختيار رقم أ. نشوف السؤال اللي بعده، إذا كانت مقاومة سلك 10 أوم وزاد طوله بنسبة 10%، يبقى أنا عندي R واحد بتساوي 10 أوم وزاد الطول بنسبة 10% عن طريق السحب. طبعا كلمة السحب دي زي ما احنا اتفقنا في الفيديو اللي فات، إن بمجرد ما أشوف كلمة سحب أو شد أو ضغط السلك بستخدم قوانين اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، R واحد على R اتنين بتساوي L واحد تربيع على L2 تربيع، أو R1 على R2 بتساوي A2 تربيع على A1 تربيع. بكتب القانون بمكون واحد، R1 على R2 بتساوي R2 أس 4 على R1 أس 4. القوانين دي خاصة بالسحب وإعادة التشكيل والضغط والكلام ده كله، واستنتاجها موجود في فيديوهات سابقة. يبقى احنا عندنا ال R1 بتساوي 10 أوم، ماشي، وإيه اللي حصل؟ قال لي زاد الطول بنسبة 10%. يبقى انا دلوقتي لو في حد بياخد راتب معين 1000 جنيه مثلا، وحد هيزوده 10%، يبقى هياخد ايه؟ هياخد ال 1000 جنيه زائد 10% من ال 1000. ده اللي هنعمله دلوقتي، هنقول ال 2 عباره عن ال 1، ال 1 ال 2 اهي عباره عن ال 1 زائد 10% من ال ال 1. طيب يبقى ساعتها دي ال 1 10% يعني 1 زائد 1 من 10 L1. هنا موجود رقم ايه؟ 1 و1 من 10، يبقى 1 و1 من 10 L1. هستخدم انهي قانون في القوانين اللي احنا سردناها دي؟ هستخدم القانون اللي فيه المعلومة اللي عندي. هنا ذكر مين؟ ذكر ان L2 بتساوي 1 و1 من 10 L1، فانا هستخدم اكتب القانون بمكون ال L. هقول R1 على R2 بتساوي L1 تربيع على L2 تربيع. طيب انا عندي R1 ب 10، R2 عايزين نعرف قيمتها، L1 معرفهاش،
الاتنين هي اللي نعرفها، واحد وواحد من عشرة ال واحد. طب انا عايزة اربعها، هنربع واحد وواحد من عشرة، تربيع واحد وواحد من عشرة تبقى واحد وواحد وعشرين من مية. يبقى الرقم ده جه منين؟ ربعت الواحد وواحد من عشرة ناقص ال واحد اربعها، ال واحد تربيع دي هتطير مع دي وهتبقى واحد على واحد وواحد وعشرين من مية. هضرب طرفين فصلتين، ار اتنين في واحد بار اتنين، وهنا واحد وواحد وعشرين في عشرة هساوي اتناشر وواحد من عشرة. في الاختيارات هلاقي موجود اتناشر، ما دي بالتقريب اتناشر، يبقى احنا كده هنختار الاجابة رقم د اتناشر تقريبا، تصبح المقاومة اتناشر اوم تقريبا. السؤال اللي بعده رقم 55، السؤال بيقول سلك مقاومته النوعية، يبقى انا معايا المقاومة النوعية الرو اي بتساوي 64 في 10 اس سالب 6، بس بصيت على الوحدة اللي جنبها مكتوب اوم في سنتيمتر، مع ان احنا عارفين ان المقاومة النوعية اوم في متر، يبقى المقاومة النوعية هتحتاج تتحول، عشان احولها من اوم سنتيمتر لاوم متر هضرب في 10 اس سالب 2، والطول 198 سنتي، لا بس انا عايزه الطول بالامتار، يبقى هقول ان الطول عبارة عن 198 في 10 أس سالب 2 عشان أحوله المتر. والمقاومة كام؟ الآر بتساوي 7 أوم، المقاومة بتساوي 7 أوم، عايز نصف القطر، عايز نصف القطر بكام؟ هكتب القانون، هقول إن الآر بتساوي رو إي في إل على إيه هفكها باي آر تربيع. طيب هعمل إيه بقى هنا؟ هعوض الأول، هضرب طرفين في وسطين، يبقى انا عندي رو اي في ال اهي، رو اي في ال تساوي ار في باي ار تربيع. احنا عايزين مين؟ عايزين الار، فانا هجيب ار تربيع في طرف، يبقى الار تربيع بيساوي البعيد على القريب، رو اي في ال على الار في الباي، يبقى الار بس بكام؟ يبقى الار هتساوي الجذر، رو اي في ال على الار في الباي. تعالوا كده بقى نعوض عن القيم، الرو اي قيمتها كام؟ 64 اللي احنا كتبناها اهي، 64 في 10 اس سالب 6 في 10 اس سالب 2، في الطول بكام؟ الطول احنا حولناه قلنا 198 في 10 اس سالب 2 على الار، الار ب 7 والباي ب 22 على 7، هيطلع الناتج كام؟ هيطلع الناتج 2.4 من 10 في 10 اس سالب 4، بس ده بالمتر، هو طالب مني نصف القطر بالسنتيمتر، فانا عشان احول من متر لسنتيمتر هضرب في 10 اس 2 يعني هضرب في 100، فهيكون الناتج 24 من 1000. يبقى الاختيار ج 24 من 1000. نشوف السؤال رقم 56، السؤال بيقول سلك مقاومته ار اعيد تشكيله حتى اصبح نصف القطر ان مره، يبقى أصبح نصف القطر يعني ده القطر الجديد، يبقى أصبح الآر أصبحت كام؟ إن، يبقى آر اتنين، آر اتنين أصبحت إن من القطر الأولاني، الإن الآر اتنين بتساوي إن آر واحد، يبقى سلك مقاومته آر أعيد تشكيله حتى أصبح نصف القطر إن مرة من نصف القطر الأصلي، يعني آر اتنين مثلا بدل ما نقول ضعف آر واحد إحنا بنقول إن آر واحد، الله أعلم إن دي كام؟ فإن مقاومته تصبح كام؟ طيب أنا أهم حاجة هنا في المسألة كلمة أعيد التشكيل، أعيد التشكيل يبقى أنا هحتاج قانون من القوانين اللي أنا كتبتها من شوية اللي هي خاصة بالسحب السلك أو إعادة التشكيل، القوانين دي أهي اللي إحنا لسه كاتبينها، هكتب القانون بس بمكون واحد، هختار القانون الأخير لأن هو هنا عرفني إيه اللي حصل نصف القطر، فأنا هستخدم القانون ده، هكتب إيه بقى؟ هكتب ار واحد على ار اتنين بيساوي ار اتنين اس اربعه على ار واحد اس اربعه. القوانين دي استنتجتها منين؟ انا عامله في فيديو مخصوص عن القوانين دي وهحاول اسيبها لكم برضو في صندوق الوصف. طيب تعالوا بقى نعوض في المساله ان احنا عندنا ار واحد بار وار اتنين، وار اتنين هو عايزها، يبقى احنا كده ماشي. تعالوا بقى نكمل، ار اتنين بكام اهي، بس دي كلها أس أربعة، يبقى إن أس أربعة وأر واحد أس أربعة على أر واحد أس أربعة، دي هتطير مع دي، هضرب طرفين في وسطين، أر اتنين في إن أس أربعة
ار اتنين في ان اس اربعة بتساوي ار في واحد بار. طب انا عايزة مين؟ عايزة الار اتنين. ماشي، يبقى الار اتنين هتساوي البعيد على القريب، يبقى ار على ان اس اربعة. اشوف الاختيار فين، فين ار على ان اس اربعة، هلاقي الاختيار رقم ب. نشوف السؤال اللي بعده، سلكان من الحديد والنحاس. المرة دي هنا جايب لي امثلة عن حديد ونحاس، يعني المقاومة النوعية مش هنطيرها ولا هتبقى ايه شبه بعض كده، المقاومة النوعية مختلفة. سلكان من الحديد والنحاس طبقوا عليهم نفس فرق الجهد ال V واحدة، ولهم نفس الطول ال L واحدة، لكي يمر فيهم نفس التيار. لما تكون ال V واحدة، احنا عندنا ال I وال V وال R، ده بيجمعهم قانون أوم. لما يكون فرق الجهد واحد والتيار واحد تبقى أكيد ال R واحدة. يبقى انا كده هبدأ من هنا، يبقى احنا عندنا الار للحديد بتساوي الار للنحاس، يبقى كده مقاومة الحديد بتساوي مقاومة النحاس. كتبت العلاقة دي ليه؟ لأن قال لي ان هو فرق الجهد ثابت، السلكين طبقت عليهم نفس فرق الجهد وشدة التيار واحدة، يبقى الار واحدة. هفك بقى الار، هقول الار دي عبارة عن رو اي حديد في ال حديد على الباي ار تربيع على مساحة المقطع، هقول باي ار حديد تربيع هيساوي رو اي نحاس في ال نحاس على باي ار نحاس تربيع. الباي هتطير مع الباي، والرو والال واحدة، قال لي نفس الطول، يبقى ال الحديد قد ال نحاس. مين اللي بقي بقى؟ انفضل هنا رو اي حديد على هنا ار حديد تربيع، وهنا رو اي نحاس على ار نحاس تربيع. هو عايز النسبة بين ار حديد لار نحاس. طب انا لو جبت النسبة بهذا الوضع هجيب النسبة بس بين ار تربيع للحديد لار نحاس تربيع. طب وايه المشكلة ما اجيب النسبة وبعدين اخد الجذر؟ تمام، يبقى مقدم على مقدم، يبقى ار حديد تربيع على ار نحاس تربيع دي على دي تساوي دي على دي، يبقى هيساوي رو اي حديد على رو اي نحاس. ناخد الجذر بقى، وبكده احنا جبنا النسبة، يبقى ار حديد اللي هو عايزها على ار نحاس، وعايز النسبة بين ار حديد لار نحاس هتساوي الجذر. اعوض بقى الار بتاعت الحديد بكام، كاتب لي 10 اس سالب 7، يبقى 10 اس سالب 7 على الار نحاس بكام، بواحد وسبعة من عشرة، فعشرة اس سالب تمانية، واحد وسبعة من عشرة فعشرة اس سالب تمانية. هشوف كده الناتج، هيطلع معايا الناتج اتنين واربعة من عشرة، الاختيار رقم د. نشوف المسألة، اتنين واربعة من عشرة الاختيار رقم د. نشوف المسألة اللي بعدها، المسألة رقم 58، سلك مقاومته 10 أوم طبق عليه فرق جهد 20 فولت، فإن كمية الكهربية كام؟ هو عايز الكيو، كمية الكهربية بتساوي I في T. الأي هنا هجيبها إزاي؟ عن طريق V على R من قانون أوم، الأي بتساوي V على R في T. تعالوا نعوض، قيمة الـ V طبق فرق جهد 20 وقيمة المقاومة 10 والزمن بكام؟ في زمن دقيقتين، هاخد الدقيقتين اضربهم في 60 عشان احولهم، هيطلع الناتج 240 كولوم. يبقى كمية الكهربية الاختيار رقم ج 240 كولوم. نشوف السؤال اللي بعده، سلك طوله 50 سنتيمتر ومساحة مقطعه 1 ملي متر مربع، والصلة ببطارية قوتها الدفعة 2 فولت، ويمر به تيار 4 أمبير، فإن المقاومة النوعية بكام؟ يبقى احنا عندنا السلك طوله 50 سنتي، فأنا هقول 50 على 100 يعني 5 من 10 متر، حولته من سنتيمتر لإيه؟ لمتر، قسمت ال 50 على 100 بقت 5 من 10. مساحة المقطع، مساحة المقطع 1، هضربها في إيه؟ أنا عايز أحول من ملي متر مربع إلى متر مربع، يبقى أنا عندي 1 ملي متر مربع. احول ازاي من ملي؟ اضرب في 10 اس سالب 6، اضرب في 10 اس سالب 6، تمام كده. وصلت بطاريه قوتها الدفعه، يبقى الفي باتري بتساوي 2 فولت، ومر تيار
4 امبير. فان المقاومه النوعيه عايز الرؤي، الرؤي بتساوي رال، الرؤي بتساوي رال ار في ايه على ال، يبقى اذا لازمنا اجيب الار. ما انا هجيب الار من الفي والاي، ازاي بقى؟ هقول الار بتساوي في على الاي، يعني بتساوي 2 على 4 بتساوي نص اوم. طيب تعالوا بقى نجيب المقاومه النوعيه، يبقى الرو اي بتساوي رال، اهو نكتبها تاني. الار قيمتها بكام؟ بنص اوم. طيب مساحه المقطع بكام؟ ب10 سالب 6. على الطول عندنا بكام؟ الطول بنص متر. طب ما النص هيطير مع النص وهيبقى الناتج 10 أس سالب 6 أوم في متر. أشوف الاختيار فين 10 أس سالب 6، يبقى احنا عندنا رقم ب 1 في 10 أس سالب 6 أوم في متر. نشوف السؤال اللي بعده، أسلاك من نفس المادة، النسبة نفس المادة، يعني المقاومة النوعية واحدة والكثافة كمان واحدة، لأن الكثافة تتوقف على نوع المادة ودرجة الحرارة زيها زي المقاومة النوعية. النسبة بين الكتل، مديني النسبة بين الكتل ومديني النسبة بين الأطوال. طيب نكتب القانون كده ونشوف هنعمل إيه في المسألة دي. إحنا عندنا عايزين النسبة بين المقاومات، ماشي. الأول هيبقى إحنا عندنا النسبة بين الكتل، أهي M1 إلى M2 إلى M3 كام لكام؟ ها هنبدأ كده نقول 3 الى 2 الى 1، دايما الام 1 ناحيه اليمين اللي هي 3 ل 2 ل 1، ماشي. وعندنا كمان الاطوال ال 1 الى ال 2 الى ال 3، 1 ل 2 ل 3، دي المعلومات اللي عندي في المساله، ماشي. احنا دلوقتي ذكرت الكتله وعايز النسبه بالمقاومه، المقاومه دي ار بتساوي رو اي في ال على ايه؟ انا مش حامله هم الرؤي لانها هتطير لما اجي اعمل النسب لانه قال لي من نفس نوع الماده، ولا حامله هم ال لانها موجوده، بس المشكله ان ما عنديش في القانون ام، مين هنا اللي هيجيب لي الام بقى؟ هي الايه. لازم نعرف ان السلك في حاله ان هو مش يذكر شكله ايه، بنتعامل مع السلك على انه شكله اسطواني، وبالتالي الفول حجم الاسطوانه عباره عن ايه في ال. هنا ممكن اجيب الايه عن طريق فول على ال. طيب ما انا عندي في تانية ثانوي خدت الرو بتساوي ام على فول، ومنها فول بتساوي ام على رو. طب ما انا ممكن اعوض هنا، يعني هقول ان الاي بتساوي، هشيل فول واكتب ام على رو وتحت في المقام ال. طيب احنا عايزين نختصر الكلام ونحفظ القوانين دي في النهاية كده. انا عندي ال على فكره ممكن اعمل كده برضو بالنسبه لل، يعني برضو ال بيساوي فول على ايه، وبرضو اقدر اشيل الفول واكتب ام على رو. طيب احنا عشان نختصر الكلام ده عايزين نحفظ الكلمتين اللي هنقولهم دلوقتي. انا ممكن ال تبقى عباره عن باي ار تربيع، دي كلكم حافظينها. كمان لازم نكون حافظين القانون ده ان ال عباره عن الفول على ال، وبرضو الايه عبارة عن شرطة كسر، ما تكتبش حاجة في البسط غير الام، والام مش هتيجي لوحدها، هتيجي معاها الرو، وهيتكتب جنب الرو نظير الايه. مين نظير الايه؟ اللي قصاد ال. يبقى نحفظ كده القوانين دي عشان تريحنا في التعويض. يبقى الايه ممكن على حسب الحاجة تتفك الباي ار تربيع على حسب المعطيات اللي في المسألة، وممكن الايه تتفك على فول على ال، بس انا مش هستخدم الجزء ده لاني ما عنديش فول، انا هستخدم هنا عشان مديني النسبة بين الكتل. يبقى الايه بتساوي ام على رو ال. برضو ممكن نحفظ ال بنفس الطريقة اللي فكينا بيها الايه، ممكن نفك بيها ال، يعني اقدر اقول ال عبارة عن الفول على، بس مش هكتب هنا ال، هكتب ايه بقى. طيب واقدر اقول ال اللي بيساوي شرطة كسر، هتكتب في البسط ام لوحدها مش جنبها حد، والام ما بتجيش لوحدها، ادام ذكرنا الام يبقى هتيجي معاها الرو، وادام قلنا الرو هيجي نظير ال اللي هو الايه. يبقى القوانين دي نحفظها. طيب انا بقى هو عايز النسب بين مين ومين؟ ار 1 الى ار 2 الى ار 3. هكتب القوانين عادي، هقول رو ار 1 بتساوي رو اي، ما هقولش 1 و2 و3 لان الرو اي واحده للتلات اسلاك لانهم من نفس النوع. يبقى رو اي ال ال 1 على اي 1 الى رو اي ال 2 على اي 2 الى رو اي ال 3 على اي 3. احنا اتفقنا ادام من نفس النوع يبقى الرو اي هتطير مع الرو اي، تمام. طيب
الاطوال مديني نسبها عادي، المساحة المقطع دي ازاي هشيلها واكتب مكانها الكتلة؟ تعالوا بقى نشوف ازاي. ادي ال واحد على الاي، هتمشي الاي وتتكتب مكانها شرطة كسر، ما تكتبش حاجة في البسط غير الام، والام ما بتجيش لوحدها، بيجي معاها الرو، هتتضرب في نظير الاي ال. يبقى انا دلوقتي هشيل اي واحد واكتب مكانها ام واحد على رو في ال واحد. طب مقام المقام بسط، يبقى اللي انا هكتبه هنا بدل ما اكتب رو ال واحد هنا، لا هرفعهم فوق، ادي الرو، وال واحد هتلاقي ال واحد زيها، تبقى ال واحد تربيع الى، هتبقى دي بقى شبهها. يبقى ال اتنين، ادي ال اتنين اهي، اتنين هتمشي وتيجي مكانها مين؟ ام اتنين على مقام المقام بسط على رو ال اتنين، هتلاقي ال اتنين فوق اهي، تبقى ال اتنين تربيع الى، ها رو ال تلاتة تربيع على ام تلاتة. ادام الاسلاك من نفس النوع زي ما طيرنا الرو ايه، كمان هنطير الكثافات، لان الكثافات برضو بتتوقف على نوع المادة ودرجة الحرارة. يبقى الرو كده طايرة. طيب ماشي، يبقى احنا مش عندنا غير ال واحد متربعة فوق في البسط والكتل تحت، هنكتب النسب اللي احنا عارفينها، ادي شرطة الكسر وادي النسب. تعالوا بقى نربع ال واحد في النسب، ال واحد اهي، هنقول واحد تربيع بواحد، ال اتنين بكام؟ باتنين، هنربعها تبقى اربعة. ال تلاتة بكام؟ بتلاتة، هنربعها تبقى كام؟ تسعة. على ام واحد، فين ام واحد؟ اهي ام واحد بتلاتة، نكتب تلاتة مش هتربع. وام اتنين بكام؟ باتنين اهي، وام تلاتة بواحد. تعالوا نختصر النسب دي، دي تلت، واربعة على اتنين يعني اتنين، وتسعة على واحد يعني تسعة. في النسب مفيش مقام، فانا عايز اخلص من التلاتة، فهضرب الكل في تلاتة، هتبقى دي واحد الى ستة، وتلاتة في تسعة بسبعة وعشرين. طيب دي مين؟ دي ار واحد، ودي ار اتنين، ودي ار تلاتة. لما اجي ادور في الاختيارات، ار واحد تتكتب ناحية اليمين، يبقى الترتيب من ناحية اليمين كتب ازاي؟ واحد الى ستة الى سبعة وعشرين. ادور على الاختيار دول هلاقيه رقم كام؟ اهو واحد لستة لسبعة وعشرين، هلاقي الاختيار رقم ج. نشوف السؤال اللي بعده. يلزم في قانون اوم ان، هو مديني اربع عبارات، عايزين نختار منهم العبارة المنطقية. يعني مثلا نشوف هنا، تخلو الدائرة من مقاومات متصلة على التوازي. طبعا الاختيار ده مش صحيح، عشان انفذ قانون اوم عادي ممكن تكون عندي مقاومات على التوالي، ممكن تكون عندي مقاومات على التوازي، براحتي، لان في الاخر بتعامل مع المقاومة المكافئة، مع المقاومة الوحيدة اللي بتعبر عن كل المقاومات، فالاختيار ده غير منطقي. طيب استخدم اسلاك من النحاس، لا انا ممكن على فكرة لو انا امكانياتي كويسة انفذ قانون اوم باسلاك من الفضة، وساعتها هتبقى اسلاك الفضة احسن كمان في التوصيل من اسلاك النحاس، بس الناس مش بتختارها علشان هي بس مكلفة. يبقى حتة ان انا استخدم اسلاك نحاسية، لا انا ممكن استخدم بدائل تانية وانفذ بيها قانون اوم. يبقى العبارة دي انا استبعدتها، والعبارة دي انا استبعدتها. طب حتة يظل فرق الجهد بين طرفي الموصل ثابت، هو الموصل لو حصل ارتفاع في درجة الحرارة، الفي عندنا بتساوي اي في ار، فلو حصل ارتفاع في درجة الحرارة المقاومة هتزيد، وبالتالي الفي ممكن تتغير. فحتة ان يظل فرق الجهد بين طرفي الموصل ثابت دي مش شرط علشان انفذ قانون اوم. امال ايه اللي بعدها؟ تجري التجربة في وقت قصير. دي افضلها. ليه؟ لان من شروط قانون اوم، حتى منطوق قانون اوم بيقولك ايه، اول حاجة عند ثبوت درجة الحرارة فان شدة التيار تتناسب تناسبا طرديا مع فرق الجهد. يبقى احنا دلوقتي يلزمنا ثبوت درجة الحرارة. طب لو انا طولت في التجربة ايه اللي ممكن يحصل؟ التجربة فيها مقاومات، والمقاومة بتحول الطاقة الكهربية الى طاقة حرارية، وهيكون نتيجتها بطول الوقت ان الاسلاك هتسخن، ولو الاسلاك ارتفعت درجة حرارتها المقاومة هتتغير، ومش هيبقى عندي شرط التجربة اللي هو ثبات درجة الحرارة. يبقى لو انا طولت الفترة، يبقى انا كده بطول المدة، فبدي فرصة لتحول الطاقة الكهربية الى طاقة حرارية، وبالتالي انا مش قدرت اثبت درجة الحرارة. يبقى هي دي الاختيار، تجرى التجربة في وقت قصير. نشوف السؤال اللي بعده. سلك طوله ال ومقاومته ار وكتلته ام وكثافته رو، تكون التوصيليه الكهربيه، مديني اختيارات. طيب انا عندي التوصيليه الكهربيه، عندي التوصيليه الكهربيه سيجما،
بتساوي رول، بس بنكتبها من اسفل الار اي لاسفل هنا، وادي ال، يعني عكس اللي بنكتب المقاومه النوعيه لانها مقلوب المقاومه النوعيه. نبص كده في الاختيارات، مش هنلاقي ولا اختيار من الاختيار دول، بس هنلاقي ال موجوده في الثلاث قوانين، يعني ال مش هتمشي بس موجود ام. هنا مين اللي ممكن يجيب الام في القانون؟ يعني مثلا هنا بتلاحظوا ام 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 ام، مين الوحيد القادر على انه يجيب الام في القانون؟ يبقى في اختيار، الاختيارات كلها بتشترك في الام، وبالتالي انا عايز اجيب الام في القانون ده عشان اختار الاختيار المناسب. اللي يقدر يجيب لي الام الطول ومساحه المقطع. طيب اذا كان الطول موجود في الاربع اختيارات، يبقى اكيد مين اللي مشيت الايه وجابت لي مكانها الام. طب ازاي؟ احنا لسه قايلين الاي بتساوي شرطة كسر، لو هكتب الاي بدلالة الام شرطة كسر، هكتب الام في البسط بس، والام ما بتجيش لوحدها، بتيجي معاها الرو، ومين نظير الايه؟ ال، يبقى انا هفك الاي لام على رو في ال، واجرب اشوف كده في اختيار من دول ولا لا. يبقى التوصيلية الكهربية بتساوي ادي ال فوق، قلنا مش هنيجي ناحيتها، وادي الار، مين اللي هنشيلها؟ الاي. الاي هنكتب مكانها ايه؟ ام على رو ال. الرو ال دي مقام في المقام، يا عم شيلها وطلعها فوق في البسط، مقام المقام بسط، ادي الرو. ال اللي تحت دي هتلاقي ال فوق زيها، تبقى ال تربيع. هل الاختيار ده موجود؟ موجود، ادي الرو، ادي الرو، وادي ال تربيع، وادي الار، وادي الايه؟ الام. يبقى الاختيار رقم د، يبقى انا هختار الرو اهي، وال تربيع اهي، وادي الار، وادي الام. نشوف السؤال اللي بعده. إذا زادت درجة الحرارة، إذا زادت درجة حرارة موصل فإن التوصيلية الكهربية، دايما معظم الأسئلة نقول ثابتة ثابتة ثابتة، بس التوصيلية الكهربية على فكرة في عوامل بتغيرها. إيه هي العوامل اللي بتغير التوصيلية الكهربية؟ درجة الحرارة ونوع المادة. هنا بيتكلم عن درجة الحرارة، فأنا مش هقدر أقول التوصيلية ثابتة. أمال إيه طيب؟ درجة الحرارة بتزود المقاومة، وأدام بتزود المقاومة يبقى هتقلل التوصيلية، يبقى التوصيلية هتقل. نشوف السؤال اللي بعده. في الشكل المقابل قيمة السي، هو دلوقتي رسم لي مستطيل، بصوا كده في الرسم البياني، تعالوا بس نشوف المستطيل ده، المستطيل ده هو. المستطيل ده ليه مساحة، مين مساحته؟ الطول في العرض. مين الطول هنا؟ التوصيلية. ومين العرض؟ الرؤي. عارفين لو أنا جبت المساحة يعني إيه؟ يعني إيه أجيب المساحة؟ يعني هضرب التوصيلية في الرؤي، يعني هيبقى الناتج واحد. يبقى انا هعتمد على المساحة هنا ان دي لازم تساوي واحد، فهنا ربع، يبقى 25% يعني ربع، تتضرب في كام عشان تحقق الواحد؟ تتضرب في 4. يبقى المستطيل ده ماسك كام في كام؟ ما طوله وعرضه كام؟ ما هو الطول في العرض يعني مساحة المستطيل، ومساحة المستطيل يعني هضرب التوصيلية في المقاومة النوعية، يعني لازم يكون الناتج واحد. يبقى انا هضرب 25% في كام علشان يبقى معايا واحد؟ 25 دي ربع، 25% دي يعني ربع. يا ترى الربع يتضرب في كام عشان يبقى في واحد؟ يبقى يتضرب في الأربعة، عشان كده الاختيار رقم ب. طيب نفس الكلام، المستطيل ده لو جبت مساحته، لو جبت مساحته يبقى انا ضربت التوصيلية في المقاومة النوعية. طيب الحتة دي بكام؟ احنا عندنا الحتة دي باتنين، الرؤي باتنين، اضربها في كام عشان يبقى الناتج واحد؟ اضربها في نص، يبقى هختار رقم ألف نص. شوف بقية الأسئلة، هنشوف مسألة المتوازي رقم 65. قبل مسألة المتوازي دي أنا عاملة لها فيديو مخصوص، يعني فيديو خاص بالمقاومة في خلال موصل على شكل متوازي مستطيلات، هسيب إن شاء الله في التعليقات أو في صندوق الوصف. طب بالنسبة للمسألة دي، المسألة دي عليها أربع مطاريب، أنا بقى مش هبص في الأربع مطاريب، أنا هعمل إيه؟ هيشوف المكعب الاول، واقول لكم ان المكعب ده ملهوش غير مقاومه واحده لان ابعاده واحده، فالمكعب ملهوش غير مقاومه واحده، انا هجيبها في المسود ده هنا، وبعد كده نشوف ايه اللي طلب مني. المكعب بيساوي الار للمكعب عباره عن الرو اي في ال، لو كان المدخل من هنا والمخرج من هنا او من هنا او العكس، الطول هنا هو ال المكعب، ومساحه المقطع كام في كام؟ ال في ال، ال في ال، يبقى ساعتها ال دي هتطير مع ال دي، يبقى رو اي على ال. يبقى دلوقتي المكعب لمقاومه واحده قيمتها رو اي على ال. طيب
الار واحد المتوازي بقى، المتوازي ده اللي قصادنا له 3 مقاومات، وخصوصا ان مساحة مقطعه يعني احد اوجه الوجه ده مستطيل والوجه ده كل اوجهه مستطيلة. عارفين لو كان ليه وجهين على شكل مربع كان يبقى ليه مقاومتين 2 بس، لكن هنا عنده ابعاد، ال3 ابعاد بتوعه مختلفين، فبالتالي المتوازي ده له 3 مقاومات، ار واحد ار اتنين ار تلاتة. هجيب الار واحد والار اتنين والار تلاتة وبعد كده اشوف ايه المطلوب مني. نجيب الار واحد لوحدها كده، وبعدين في الاخر نكتب في المسودة دي البيانات. تعالوا نجيب الار واحد. يعني ايه ار واحد؟ يعني لو كان مدخل التيار بيمثل بالسلك واحد، ده كده مكتوب عليه السلك واحد. طيب ماشي، ادي الرؤي فيه، فين الطول بقى؟ الحته اللي هيمشيها التيار عشان يدخل من هنا ويخرج من هنا هيمشي حته قد ايه؟ حته مقدارها 3 ال. طيب اجيب مساحه المقطع ازاي؟ انا قادره اشوف المدخل بتاع التيار، مدخل التيار نقطه حوالين منه مستطيل، هي دي مساحة المقطع. المستطيل ماسك كام في كام؟ 2 ال في ال. يبقى هكتب تحت هنا 2 ال في ال. ال ال دي هتطير مع ال ال دي، يتبقى ايه؟ هيتبقى فوق 3 رو اي على 2 ال. يبقى 3 رو اي على 2 ال. هاجي هنا في المسودة اللي انا عاملاها كده واكتب النتيجة بتاعت ار واحد. ار واحد بتساوي 3 رو اي على 2 ال. تعالوا نجيب ار اتنين. ماشي، فين ار اتنين؟ شوف السلك اللي مكتوب عليه 2، السلك اللي مكتوب عليه 2. ماشي، اهو السلك اللي مكتوب عليه 2، يعني التيار هيدخل من هنا ويخرج من هنا. ماشي، يبقى الار بتساوي رو اي. فين الحتة اللي هيمشيها التيار جوه المتوازي؟ 2 ال. هيمشي، يبقى ده طول السلك 2 ال. يبقى هيمشي الحته اللي هيمشيها جوه المتوازي 2 ال على مساحه المقطع. السلك اللي عليه 1 انا شايفه المدخل بتاع التيار اهو، النقطه دي جوه مستطيل اهو. المستطيل ماسك كام في كام؟ 3 ال في ال. يبقى 3 ال في ال، ال ال دي هتطير مع ال ال دي، هيبقى عندي 2 رو اي على 3 ال. اكتبها هنا قدام ار 2. يبقى ار 2 بتساوي ايه بقى؟ بتساوي 2 رو اي على 3 ال. طيب ماشي، نشوف بقى المقاومه الثالثه اللي انا هجيبها من السلك رقم 3. تعالوا نشوف السلك رقم 3. فين السلك رقم 3؟ ها السلك رقم 3 اهو. هقول الار بتساوي الرو اي. يا ترى ايه الحته اللي هيمشيها التيار جوه المتوازي؟ الحته اللي هي ال، الطول ال ده. طيب فين مساحه المقطع؟ شايفين النقطه اللي خارج منها السلك؟